ومشعل لأمته، وقلبكم به صفا، وقلبكم به صفا. يا رسول الله، يا سعد من روى له أفعاله أقواله، وكان عدلا منصفا، وكان عدلا منصفا. يا رسول الله، بقلب كل مسلم إلى الحبيب ينتمي، لكم به صدق الوفا، لكم به صدق الوفا. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، مولاي. هل تترك الإمام ينتقل للإقامة خارج القلعة كطلبة؟ لا، سيظل معنا داخل مساكن القلعة. لكنه قلق ويلح في الانتقال إلى مسكن خاص. إن للطبيب سكنا في القلعة فلينقل إليه الإمام، وسوف نشتري بيتا للطبيب في القلعة. اسمع يا حامي، زين البيت حتى يليق بمحمد ومن معه. أمر مولاي. ألم يكفك يا أبو حمزة حتى تحضر ابن ماجة أيضا؟ هل أحضر الطفل معه أيضا؟ لماذا تحاول إغضابها يا مولاي وأنت تعرف أنها قاسية؟ لم أعد أبكي، لقد اشتدت قواتي فلم أعد أبكي كما كان يحدث من قبل. أو ربما أدمنت العذاب، فالبعض يجد في العذاب متعة، والأميرة من هذا الصنف تبحث عن العذاب الذي تدمنه، فإن لم تجده ابتكرت. اتركها على عودها أفضل ولا تقطعها. احذر أن يدمي شوكها أصابعك. ماذا تفعل؟ هذا خطأ، لم أره يفعل ذلك من قبل يا مولاتي. لا عليك يا بستان، لا عليك، فأنا أعلم من أين ورث ما هو عليه. إن الإمام يوليه عناية خاصة، لكنه لا رغبة عنده في حفظ القرآن، إنه عدواني النزعة.
عن محمد بن سلمة قال: خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها. أي كمن لها. فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها، فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. بمعنى يجوز النظر إلى المرأة إذا لم تكن النظرة لإثم وغواية. وهذا واضح في حديث المغيرة بن شعبة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها، فقال عليه الصلاة والسلام: اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنهما كرها ذلك. قال: فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فإني أنشدك. كأنها أعظمت ذلك. قال: فنظرت إليها فتزوجتها، فذكر من موافقتها: أريد أن أخرج وأن أراهما. لماذا يا مولاي؟ لماذا؟ لتفهم أني عرفته أنه يقيم في جناحها وأنه يعامل كالأمراء، ولتعرف أنها لن تخدعني وأخوها. ألبسيني ثيابي وخذيني إلى هناك. أخاف منها. لا، ستأخذينني إلى هناك حتى تكوني بجواري إن هاجموني، فأنا لا أثق بأحد غيرك. ولا حتى في فرسانك؟ لم أعرفهم بعد بأني أخشى الأمير. هيا هيا أخرجيني من هنا. إن المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر أن ينظر الخاطب إلى من يخطب، فقد يخلق النظر مودة. وإن المرأة بقولها إذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك فانظر، بمعنى قد وافقت على الزواج به. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلمت يا أمير. هل أنت تقيم في هذه الدار؟ نعم. وجناح الأميرة؟ جناح الأميرة لا يسعني وأهلي وطلبة علمي، وأنا أحب أن أكون حرا في استقبال طلبتي وأهل الفتوى. أنا سعيد، سعيد جدا. مولاي الإمام، كنت أريد أن أطلب شيئا. ألا تعرف أني لا أحب أن أنادى بمولاي وأنك حر؟ إنني بستان وأنا تريد أن تتزوج بستان؟ نريد أن نتزوج. إنها حرة مثلك. لكنك ولي يا إمام، وصداقها هدية مني يا وضح، وثمن ذلكما مني. ما سبب الزغريد؟ لعله خطبها. خطبها؟ كيف؟ إنها زوجتي. ستتخلص منك. أنا من سيتخلص منك. سأبني لبستان دارا إن شاء الله. لقد وعدتهما أن أبني لهما دارا. لا،
يجب أن تبقى بستان هنا في القلعة حتى. ما هذا يا أميرة؟ أين بسمتك الصافية ومداعباتك بطلب الزواج من زوجي؟ ألا تخطبينه مني؟ إنها متزوجة يا سهى. تطلقه يا سيدي. حتى ولا هذه، فالمؤمن يجب ألا يخطب على خطبة أخيه، يجب أن تنتظر حتى تنتهي العدة ويراجعها. ساعتها يقولون إننا نتزوج لنخفي جريمة قديمة. لا لا، لن أشوهك وأنت النقي. أرأيت يا سهى؟ أرأيت كم أنا تعسة حتى عندما تحين الفرصة؟ لقد كنت أداعبك. كفاك حزنا يا أميرة. جاء في الأثر أن النار لا تمس وجها بللته الدموع من خشية الله، واعلموا أن قلب المؤمن المشتت لا يطمئن إلا بذكر الله. يقول جل شأنه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هل أنت مخلص لي؟ أفديك بعمري. سأرسلك في مهمة خاصة جدا ومهمة لي جدا وسرية جدا. أؤمر أنفذ. ستذهب إلى أبي حمزة في مغارته. وكيف أعرفها؟ خذ معك من يقص الأثر، ثم أبعده، واطلب من أبي حمزة قتل محمد بن ماجة. قتل الإمام؟ من أجل سيدك وأميرك، من أجلي. سمعا وطاعة يا أمير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الناس في بلدتي في حاجة ماسة إليك. لماذا؟ ليداوي المريض ويعظ الناس ويعلمهم بعض ما علمه الله. سأزوركم قريبا إن شاء الله. قد يكون فخا يا إمام، فاحذر. أين بلدكم هذا؟ إنه في أقصى الجنوب. سنرى بعد الدرس إن شاء الله ماذا سنفعل، وسنرتب كيف نعطي بلدكم حقه. يا إمام، هل نلبس السلاح في يوم العيد؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين إلا أن يكونوا في حضرة العدو. لقد انفرد الإمام ابن ماجة برواية الحديث، لا ترتدي السلاح إلا أن تكون من العاملين في العسكر، ولا تخرج فيه بيننا أيام العيد إلا أن تكون في الحراسة أو في القتال، فهذا أدعى أن يسود مظهر السلم والسلام بين المسلمين. ولماذا تحمل السلاح إن لم تكن جنديا أو في حالة حرب؟ إن حمل السلاح يغري باستعماله، وأرى أن يمنع تماما في البلاد حفاظا على أمنها. وصلاة الليل يا إمام. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، صلاة الليل مثنى مثنى. وفي حديث لابن عمر أيضا، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال، يصلي مثنى مثنى، فإذا خاف الصبح أو ترى بواحدة. وحتى الضحى كذلك؟ عن أم هانئ بنت أبي طالب أنه صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح سبحة الضحى 8 ركعات، سلم من كل ركعتين. بمعنى في كل ركعتين تسليمة. وكيف أصل إلى الناس في كل أنحاء البلد وأنتم تحاولان حبسي هنا؟
إننا نخشى عليك من الصعاليق. وهل نخاف غير الله؟ محمد أرجوك لا تعاندنا. إنه هدفي وغاية حياتي. تحققها هنا، ألا تعظ الناس هنا؟ والناس في باقي أنحاء البلد يذهب إليهم تلاميذك، أنت لا تستطيع أن تتواجد في كل مكان. ها قد وجدت السها حلا ذكيا لنا ولك وللناس، حلا لا يجعلنا نحرسك بكل فرساننا ونخلي القلعة. أنا لا أريد حراسة ولا حراسا، فهل يخشى الناس من يأوي إلى ركن متين؟ وكيف يطمئن القلب لسلامتك يا محمد؟ هل تريد عصابة الصعاليك لضرب العصابة الأخرى؟ لا، أنسرق معا؟ من نسرق؟ سنسرق الكل، الأميرة والناس والصعاليك، وسنشتري عبيدا مقاتلين وفرسانا من الفرين من القتال الضاري بين الأمراء. طيب والهدف من هذا؟ نقيم إمارة لنا، إمارة قوية، أجلس على عرشها وأقيد جمرة عند كرسي. لن نناقش مسألة تقييدها الآن، لكني أوافق على ما تقول. سيذهب كل واحد منكم بمشيئة الله يوم الجمعة إلى قرية من القرى يؤم أهلها للصلاة ويعظهم. الحمد لله، هذا يجعل لحياتنا معنى. رجل الدين الحق لا يتقاضى على العلم أجرا. سنقرأ القرآن ونؤم المصلين ثم نعظ بعد الصلاة، فمن شاء بقي معنا ومن شاء ذهب إلى عمله. نأمل أن يبقى أكثرهم، فيوم الجمعة عيد المسلمين وعطلتهم. إن الحق تبارك وتعالى أمر أن ينتشر الناس في الأرض ويبتغوا من رزق الله بعد الصلاة. بورك فيك. والآن يا أبا الطيب، ماذا عندك لنا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. صدق الله العظيم. وهكذا يا إخواني، يسأل الحق جل شأنه وهو بالأمر عليم، بعدما أنهى إلى عبده المختار قواعد التوحيد، وما تلك بيمينك؟ ولا شك في أن موسى قد نسي نفسه وما جاء من أجله. قال إنها عصاه يتوكأ عليها ويهش بها على غنمه وله فيها فوائد أخرى. عدد موسى عليه السلام وظائف العصا، لكن الحق سبحانه وتعالى أمره: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. حدثت المعجزة التي نراها أنا وأنت كل يوم ولا نتنبه لها. دبت الحياة في العصا بقدرة الله فمشت، مثلها مثل آلاف الأشياء الميتة التي تحيا أمامنا، كالحب والزرع والبراعم والطير والطفل. كل هذا تنبعث فيه الحياة أمامنا كل يوم، بل كل لحظة أمامنا ولا نتنبه. غفلة نستغفر الله عنها. اندهش موسى وخاف، بل ويخبرنا القرآن الكريم في سورة أخرى أنه جرى، لكن الطمأنينة حلت عندما ناداه ربه سبحانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اطمأن موسى والتقطها فإذا هي عصا. المعجزة الثانية الموت، سلب الحياة من الحي.
ووضع موسى يده تحت إبطه، والإبط هو المقصود بالجناح، فخرجت يده بيضاء من غير سوء، آية جديدة ليطمئن إلى أنه أعطي قوة من عند الله تمكنه من فعل الكثير. أنتم أخلص الرجال وأقربهم مني. نشكر الأمير على هذا. أقسموا بشرف الفرسان ألا تبوحوا بما نفعل. نقسم على هذا. يجب أن يظل أمر العصابة سرا حتى تكبر وتحكم الإمارة. لكم هذا. والآن يا فرسان الأمير، علينا أن نخطط كيف سنقوى ونقوى حتى نبتلع الإمارة. سنخطط لهذا. أنشعل نارا في أحد بيوت القرية؟ لا. أنشكل هجوما على ناحية من القرية؟ لا. كيف نضربهم فنوجعهم؟ نهاجم طرق التجارة محروسة؟ نستولي على القرى هنا أو هنا؟ لا، هذا الأمر يحتاج لتدبير طويل. لقد انتشرت العصابات يا أمير، عصابة يقودها الأعرج وعصابة يقودها الأكتع، فماذا نفعل؟ سنحاول أن نجد لهذا الأمر علاجا. أرجو هذا يا أمير، فالناس فقراء. ماذا ترى يا أمير؟ هذا الأمر يحتاج لدراسة يا أمير. سأرى إن كنت أستطيع أن أفعل شيئا. إنه سيهاجمهم، فحذروه. سنهرب إلى الإمارة التالية حتى يحضر إلى هنا فلا يجد أحدا ويأس من الانتظار. كما أتمنى أن أواجهه. لا داعي يا أبا حمزة، فقد واجهناه مرات وأثار المواجهة تركت آثارها علينا. أكره أن أكون جبانا. استعدوا يا رجال، سنترك المغارة لفرسان الأمير. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا من بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فإني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا بعده، كتاب الله وسنتي. وقال عليه الصلاة والسلام أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب. وقال ليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى، ولا فضل لأحمر أو قال أبيض على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. عن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وعنه صلى الله عليه وسلم قال قالت أم سليمان بن داود لسليمان يا بني لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام
رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت رش في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت، وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى رشت في وجهه الماء. ذهبوا وأخبروا ابن ماجة أن تلميذه هو أسيرنا، أن عليه أن يحضر وحده إلى هنا، وإلا قتلناه. هيا هيا. لا، لن أترك عليا لهما، فلا يراجعني أحد. لا تسلم نفسك لهما أرجوك. أنا الذي أرسلت عليا ليعظ الناس. أرسلته لخير. أنا مطلب زياد وأبي حمزة، إنهما يخططان لقتلي منذ كنت في الكوفة، هل تذكران؟ محمد، محمد أرجوك، أرجوك يا محمد لا تسلم نفسك لهما. وأترك تلميذي يعاقب مكاني؟ ثم لا تنسوا أنهم إن قتلوا عليا سيبحثون عني من جديد. لن تنطفئ نارهم إلا بالموت. وأنا تعلمت من كتابه جل شأنه ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أني لن أموت إلا بإذن الله وكما شاء لي. اجلسي يا أختاه لنخطط كيف نعيد الإمام ونعاقب الصعاليك. لا أطيق الجلوس. ليس للقلق المتوتر فكر مستنير، اجلسي إن شاء الله ينجو الإمام. أخيرا وبعد هذه السنين وقعت في يدي يا ابن ماجه، لابد من قتلك. لن تقتله، وهو يعرف مكان ابني كما يقول. وما حاجتك لابني؟ كيف لا أحتاج لابني؟ أنا أحتاج لامتداد لي على الأرض ولتخليد ذكري. سأشوهه. ابتعد عنه. دعني حتى لا يضيع ابني. انتظرت هذه اللحظة. ابتعد قلت لك. دعني يا أبا حمزة. دعني. دعني يا أبا حمزة. لن تقترب منه. انتظرت هذه اللحظة. فروا. يا محمد، لماذا لم تستمع إلينا وذهبت؟ لأن هذا قدري يا أميرة، الأعلمي أنه لا راد لقضاء الله، وأن الرضا بالقضاء والقدر شرط من شروط الإيمان. سمعنا وأطعنا. إن من خير ما أعطي العبد الرضا بما قسم الله له، وفي الخبر طوبى لمن هدي للإسلام وكان رزقه كفافا ورضي، ومثله من رضي من الله عز وجل بالقليل من الرزق رضي الله منه بالقليل من العمل. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإن صبر اجتباه، وإن رضي اصطفاه. وفي الخبر أيضا: من أحب أن يعلم ماله عند الله فلينظر إلى مال الله عنده. ولماذا تزهد في الدنيا وكأنك تودعها وتودعنا؟
طال شوقي إليه وأضنتني رحلة المعراج لحبه. يا رب لولاك ما أبصرت العيون فرأت من فيض جمالك وبديع صنعك، لولاك ما سمعت الآذان شذو الطير مسبحة باسمك. لولاك يا رب ما كان النور الهادي في ظلام البرية. يا نور النور خلصني من طين هذا الجسد. أفنى الفرسان العصابة كلها، لم يبق منهم إلا من تظاهر بالموت أو اختفى في الرمال. لا بد لنا من عصابة. ليست المشكلة في تكوين العصابة، فكثير من الناس يحاولون أن يكونوا لصوصا في هذه الأيام. المشكلة في فرسان الأمير وكثرتهم. مولاي الأمير، إن فارسا جاء من الشمال بالبشائر. تقدم. تفضل. هات ما عندك. لقد أحرزت قواتكم نصرا ساحقا في الشمال. لك عندنا مكافأة. شكرا لك يا مولاي. نصر؟ من؟ إنها أختنا الأميرة جمرة. هل تعرفينه يا أميرة؟ أجل يا أخي الحسين أعرفه، إنه ابن عم السها، زوجتي قاضي القضاة الإمام ابن ماجة. أهلا ومرحبا بك أيها الفارس، أنت في ضيافتنا. ألا تحب أن ترى السها وقاضي القضاة؟ سنجعلك أميرا لحرس الإمام إن قبلت. يا مولاي، لقد جئت بالبشارة عندما علمت أنهما هنا. يغضبك يا ولدي؟ سوف أصبح وضاحا، فقد أغزى مني بستان. سأشتريهما لك؟ لأسبحهما؟ لا، بل ليتفرغا لخدمتك. أعيديني للسؤال، لماذا أبعدون عنها؟ سأعيدك للسؤال. لقد كنت غبيا، لأني لم أتخيل أبدا أن يصل أي قزويني إلى ما وصلتم إليه يا إمام، عندما اعتقدت أنك ستكون إمام جامع صغير. أما أن تصل إلى مرتبة قاضي القضاة فأمر لم يصل إليه تفكير الكسيح. الحمد لله رب العالمين، إن جمع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمة صعبة جدا وشاقة، لأن علينا أن نسعى إلى مدارس الحديث في كل العواصم الإسلامية، وأن نستمع إلى كل صاحب حديث، وأن نتأكد من صدقه ومن أنه معمول به. ألا تكتفون بما في كتب الحديث الشريف المنشورة والموجودة بين أيدينا؟ وأين جهدي أنا؟ وأين جيلي وإضافته؟ أنت ممن كتب السنن؟ أقصد جامعا لسنن الرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكتب جامعا لصحيح الحديث. نعم، السنة مطلبي، والسنة تقوم على الحديث كما تعلم. قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس كيف تصلي وكيف تزكي، وبذلك يكون قد فسر التشريع القرآني للناس. كم خشيت أن ينزل بك محمد عن مرتبتك، وأنت الأميرة بما تملكين من مال، فإذا به يرقى بك وبنا إلى مدارج عالية. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم، لم يكن سيدنا موسى يعلم أنه منتدب لهذه المهمة الضخمة. إنه يعرف فرعون وطغيان فرعون، فقد ربي في قصره وشهد جبروته وشاهد ما يصبه على قومه من عذاب. لكنه الآن في حضرة رب العزة سبحانه وتعالى ويحس بالحفاوة وبالتكريم، فسأل ما يعينه على طريق الرسالة. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، اشدد به أزري وأشركه في أمري، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. طلب موسى عليه السلام من رب العزة أن ييسر له أمره، فتيسير الله لعباده ضمان النجاح. إن سيدنا موسى مقدم على أمر جلل، وهذا يتطلب تسبيحا كثيرا وذكرا كثيرا، فالتسبيح والذكر صلة بالمولى جل وعلا. أطال موسى عليه السلام في السؤال والطلب وطلب الكثير، لكن الكريم لم يبخل عليه. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى، هكذا مرة واحدة وفي عطف شديد وإناس، إذ ناداه باسمه يا موسى، فأي كريم هذا؟ وطال تجليه سبحانه وتعالى، وطالت النجوى، وقضيت الحاجة، وكان فضل ربك عظيما. استمرت المناجاة ليزيد أنس موسى باستبقائه في حضرته تعالى وغمره بمزيد من فضله، فذكره سبحانه بنعمه عليه، إذ أوحى إلى أمه أن ألقيه في اليم، ثم يقول سبحانه يطمئن موسى لأنه سيذهب لمقابلة أقوى جبار في الأرض، يقول جل جلاله: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. لقد هيأه ربه لما هو مقبل عليه، وسيؤكد له ذلك مرة أخرى، فيقول سبحانه: واصطنعتك لنفسي. إن عبد الله يريد أن يبقى معكم. هذا أفضل له ولك. أريد أن أشتري منك بستانا ووضاحا ليهتما به. إنهما هدية مني لك. أتعلمين؟ إن زواجي من محمد حل لكل مشاكل. الحمد لله أنك متزوجة يا أميرة. ألا نخرج إلى الحديقة؟ الأمير زوجك يطلب. وماذا يريد؟ أدخليه. تفضل يا سيدي. يا أميرة، إن الصعاليق قد تقهقروا إلى الإمارة المجاورة، طردتهم بنفسي حتى انسحبوا تماما، وأرى أنك إن دفعت صعاليقك لمطاردتهم في الإمارة المجاورة دون أن تكوني معهم حتى لا يكشف جارنا الأمير صلتنا بهم انتهوا تماما. سأرسل لهم عقربا لكي يطاردهم. شكرا لك.
امشي خلف رسولها لتعرف مكان العقرب ثم هاجم. سمعا وطاعة يا أمير. كنت غبية جدا عندما أشرت على مولاي أن يضعف قوة الأمير حسين. هذا ما أفعله. لماذا لم توعز للصعاليك بأن يضربوه بسهم مسموم أو حربة مسمومة لنفرغ منه نهائيا؟ نقتله؟ إن قتلته جلست مكانه فأنت الوريث الوحيد لعرش الإمارة. أقتل ابن عمي؟ يقتله صعاليكك فهذا يخلي لك الإمارة، وعندما تجلس على عرشها تفعل بجمرة ما تريد. لا، فكري في غيرها. لماذا؟ لأن حسينا لا يخرج من القلعة. ندبر كيف نخرجه منها. من رحمته قد أهدانا.